اوكي، مثل ما قلت حسب رغبة الطلبة أرادوا شرح موضوعين، ال function overloading وال copy constructor. ال function overloading موضوع يعني حكينا عنه وقلنا ببساطة ال function overloading هو عبارة عن استخدام نفس اسم الدالة، إذا تلاحظون هنا بالمحاضرة نفس اسم الدالة، ولكن الامبلمنتيشن يختلف في كل نسخة من النسخ اللي تستخدمها. يعني شنو؟ يعني اكو حالات تحتاج بيها انه ما تغير اسم الدالة، يبقى اسم الدالة نفسه. ليش؟ لانه اسم الدالة يدل على عملها، ولكن هذه الدالة من تطبق على different data type تحتاج سلوك مختلف او implementation مختلف. هاي الخاصية انضافت من ضمن خواص الـ Object Oriented Programming. شلون اقدر اعرف الـ Function Overloading وشن هي شروط الـ Overloading؟ خلينا ننتقل لأي مثال على سبيل المثال. هنا مثلا يعني هذا المثال البسيط، كلاس عندنا كلاس سامبل وما عندنا هنا اي داله. على سبيل المثال عندنا هنا خلينا نقول مثلا اكو فانكشن اسمها void sorry void my function my function. هذا الفانكشن تقول inside sorry see out ما تسوي اي عمل معين inside my function. اوكي اوكي جيد. زين، عندنا دالة أخرى بنفس الاسم my function، ولكن اريد الامبلمنتيشن يختلف. اذا اريد الامبلمنتيشن يختلف راح احتاج انه اخلي الكومبايلر يقدر يميز بين الفيرجن الاول والفيرجن الثاني لماي فانكشن عن طريق حالات، اللي هي شنو؟ اول شيء هاي التغييرات كلها تصير بالبارامتر الـ number of parameter، الـ order of parameter، و الـ type of parameter. أوكي؟ يعني على سبيل المثال هسه إذا عندي هذه الفانكشن تستقبل integer معين، أوكي؟ now inside my function no parameter no parameter شغلة النقطة مثل فيرجن اوكي. زين هسه هنا انتجر باراميتر انتجر، هسه هنا صار عندي فانكشن تستقبل انتجر، ما استخدمت الانتجر، انا فقط اريد اشوف شلون راح تستدعى هاي الداله. فهنا عندي تو فانكشن، بالمناسبه الاوفرلودنج ما له علاقه بالكلاس، يعني ممكن تعرف تو فانكشن او ثري فانكشن اوفرلودد مو الا بكلاس، يعني لان ممبر فانكشن تقدر تعرفها، فما لها علاقه بالمفهوم الكلاس اصلا، هي احدى خصائص الفانكشن. على سبيل المثال هسه اريد استدعي ال
الدالة. شلون استدعي الدالة؟ sample ابني object لي sample. اقدر ابني default object؟ لا ما اقدر لانه ما عندي default constructor. زين هسه s1 dot شوف هسه هنا عندي نسخ لي my function. اوكي بس هنا من اقول my function s.my function راح استدعي يا داله الداله اللي ما بيها بارامتر. و خلي نتاكد انه احنا نستدعي هذه الداله اسم البرنامج مالتنا جي سبلاس اري بوينتر اوبجكت هذا برنامج دوت سي بي بي ماينس او كومبايل سكسسفولي. هسه هنا no parameter option. فهنا استدعيت الدالة اللي ما بيها parameter. إذا أريد استدعي الفيرجن الآخر راح أرسل parameter معين راح استدعي هذه النسخة. أوكي فهنا هسه نسوي compile run. أوكي my function 5 my ها ما كاتب هنا integer integer parameter شنو السبب. اوكي ما عم سيف ما عم سيف جيد. اوكي integer parameter version. بكل بساطة هذين الشروط الثلاثة وموجودة. بس هنا شنو اكو مشاكل طلاب؟ اكو قسم يقولوا لي مدى تنفتح المحاضرة. انتو وياي لتشوفون يعني نرجع الموضوعنا بانه احنا عندنا قلنا في حالة الفانكشن اوفرلودينج راح تكون مجموعة من نسخ لنفس الدالة. شنو أقصد بنفس الدالة؟ الدالة إلها نفس الاسم، الاسم مات الدالة يكون متشابه متطابق. هنا دالة my function عندي نسختين لدالة my function. الاختلاف هو فقط يكون بالبراميتر. وشنو بالبراميتر؟ الثلاث حالات اللي قلنا بيها وموجودة بالمحاضرات اللي هي شنو؟ إنه يكون عندي التايب يختلف مات الباراميتر. هسه هنا تايب انتجر، يعني هنا ممكن انه اكتب نسخه لهاي الداله تايب كاركتر بالتاكيد. هسه هذا هنا دليل على اختلاف مثال على اختلاف التايب. عندي هنا تايب انتجر تايب كاركتر و باراميتر باراميتر ليس فانكشن ثلاث نسخ. بس اذا بدي استدعي الكاركتر ممكن ارسل كاركتر مباشره بهالطريقه هاي ادز اي و اسوي كومبايل واسوي ران كاركتر تايب. واضح اخوان؟ فاستدعي اي نسخه اريدها عن طريق ادز النوع المعين. على سبيل المثال هسه ممكن استدعي، شوف هسه هاي حاليا ثلاث نسخ، استدعي مثلا الفيرجن الانتجر بس النمبر اوف باراميتر يختلف. شوف هسه هنا عندي مثلا انتجر واي صار عندي نسخه ثانيه اي انتجر راح اضيفها وانت تو انت
اوكي واضح طلاب. بس هنا انت لي فانكشن وذ تو انتجر. شلون استدعي هاي الفانكشن وذ تو انتجر؟ راح ارسل تو انتجر. بس اذا تلاحظون هنا انا دائما ما استخدم جيت ان سي ان وادخل وادخل الفالو. عمليه سريعه تستثمر بها وقتك خصوصا بالامتحان، حتى بالاسايمنت تقدر تسوي هاي العمليه مثل ما انا اسوي هنا حتى استثمر الوقت بدون اي سي ان. فهسه انتجر انتجر باراميتر. هذا المثال اللي يقول بانه النمبر اوف باراميتر يختلف. هنا عندي 1 انتجر، هنا عندي 2 انتجر. اقدر اميز بين النسختين للداله عن طريق 2 انتجر. اذا 3 انتجر اكيد نفس الشيء، راح يكون النمبر اوف انتجر يختلف. هسه حاليا صار عندنا مثالين، مثال للتايب يختلف اللي هي هاي النسخه، وحده تاخذ انتجر والثانيه تستقبل كاركتر. والمثال الثاني للنمبر اوف باراميتر يختلف. هسه هنا 2 انتجر و 1 انتجر، وممكن يكون عندي 3 انتجر. الحالة الثالثة انه الاوردر مالت الباراميتر يختلف. يعني على سبيل المثال اذا كانت عندي هذه النسخة مثلا، عندي فانكشن تستقبل انتجر اي و كاركتر اكس. بس هنا ايش راح يصير عندي؟ هاي الدالة النسخة تستقبل انتجر كاركتر. زين، شلون استدعي هذه النسخة؟ احتاج ارسل انتجر وكاركتر على سبيل المثال. اوكي، انتجر كاركتر فيرجن. الحالة الثالثة اللي هي نقول بها الاوردر يختلف، الكومبايلر يسمح لي انه اكتب نسخة اخرى وبنفس عدد الباراميتر، ولكن التسلسل مالت الباراميتر يختلف. يعني شنو اكتب بالبداية؟ اكتب الكاركتر بعدين الانتجر. هذا اللي اقصد به الاوردر يختلف. شوفوا هسه اول نسخة الانتجر كان بالبداية بعدين الكاركتر، هنا صار الكاركتر بعدين الانتجر، والكومبايلر ماكو اي مشكله يعتبره اوفرلودنج ويقدر يميز بيناتهم. هسه هنا راح يكون الكاركتر بعدين الانتجر. واضح؟ واضح اخوان؟ هسه هنا راح ارسل الكاركتر والانتجر بعده، والكومبايلر ما راح ما يعترض، ماكو اي مشكله ويقدر يميز بين النسختين. اوكي، كاركتر انتجر. جيد اخوان، هن هسه هذني باختصار هذني الحالات اللي اقصد بهن انه شلون احنا نقدر نسوي اوفرلودنج. شنو اوفرلودنج؟ يعني اوفرلودنج مثل ما قلنا بالبدايه هو وجه من اوجه البوليمورفيزم. شنو هي البوليمورفيزم؟ وان انترفيس مالتيبل امبلمنتيشن. الانترفيس هنا بالنسبه للفانكشن هو اسم الداله، فاذا تلاحظون هو انترفيس واحد دائما، اسم الداله نفسه متشابه. اوكي، ديفرنت امبلمنتيشن هنا راح يكون الاختلاف بالكود مالت الداله، الكود اللي راح يكون محصور بين هذا القوس وهذا القوس الكيرلي براس. اوكي، فهنا ممكن تكتب اي كود. انا هنا مجرد كتبت مسج طباعه بس حتى تراويكم بانه ترى انت تستدعي هذه النسخة مو نسخة أخرى. أما بالنسبة إليك تقدر تكتب أي شيء، أي كود. يعني على سبيل المثال اللي يسوي overloading ل function. بس طلاب غلقوا المايك بلا زحمة، شوية نويز عندنا هنا. أنا ما أدري محمد حسن يعني كل ساعة يطلع ويرجع، ما أدري شنو السبب. اوكي، جيد، نرجع لموضوعنا. فالامبلمنتيشن راح يختلف، وان انترفيس مالتيبل امبلمنتيشن. الانترفيس هو اسم الداله، والامبلمنتيشن هو الكود اللي راح تكتبه داخل البودي مالت الداله واللي هو يختلف.
على سبيل المثال اللي تسوي عملية جمع function add، مثل ما قلنا الاد بالنسبة للانتجر تختلف، يعني تجمع two number جمع جبري، بينما بالنسبة للcomplex number راح يكون غير سلوك، راح تجمع شنو، راح تجمع الريال والإيماجيناري بارت. بالنسبة للسترينج راح يسوي concatenation، في الimplementation بداخل الفونكشن راح يختلف حسب سلوك الدالة، ولكن الدال الاسم يكون نفسه وهو يعطيك هذا الإيحاء. يعني انت من تقول ما تقدر تسمي عملية جمع الأعداد المركبة يعني الكومبلكس نمبر اسم آخر غير عملية الآد مثلا على سبيل المثال. ليش؟ لأنه إذا أنت سويت لايبرري معينة بالمستقبل وريت الناس تستخدمها لازم تستخدم الاسم اللي يدل على سلوك الدالة، ومثل هاي الحالات أنت تحتاج أنه ما تغير اسم الدالة، من تريد الدالة تجمع تو انتجر أو تو كومبلكس نمبر أو تسوي concatenation تو سترينج على سبيل المثال. أوكي، فالفونكشن أوفرلودينج تعطيك الحرية بأنه تبقى تستخدم نفس اسم الدالة ولكن تغير بالباراميتر مثل ما قلنا للحالات الثلاثة اللي هي number of parameter، الorder of parameter والtype of parameter. أخوان أكو سؤال؟ لو تردون بعد مثال توضيحي آخر على ذات وياي دائما. نعم، سؤال دكتور. اسأل. بس توضيح. نعم. إذا 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 دالة تستقبل مثلا integer x تستقبل يعني call by value، نفس الدالة نفس المتغير call by reference، هنا شنو يصير عندنا؟ هذا سؤال بالطبع سؤال ممتاز. إنه أنت المشكلة بال call by reference type هنا راح يختلف، يعني هذا سؤالك، خلي نعم نجربه. نعم نعم خلي نجربه. واضح؟ نقول مثلا إذا كان عندي هذه النسخة ريفرنس، أوكي انتجر ريفرنس، زين خلي نقول هذا انتجر ريفرنس. المشكلة اللي هسه حكي عنها على طبع سؤال ممتاز، نضيف هذه النسخة وهذه النسخة، صحيح هنا التايب مختلف ولكن المشكلة وين؟ بالاستدعاء. بالاستدعاء هنا من تريد تقول على سبيل المثال انتجر اي يساوي 5 وترسل الآي، راح يكون عندي هنا إذا بدي استدعي هاي الفيرجن ممكن استدعي بهذه الحالة، راح أرسل انتجر والانتجر ممكن يكون هذا الفيرجن أو هذا الفيرجن اللي هو انتجر، فهنا راح يصير عندي كونفليكت. إذا أريد نجربه خلينا نشوف شنو يصير عندي. شوف انتبه هنا على error does not name a type. لا احنا الدالة الفويد. فلحظة الفويد. اوكي. اوكي. صار عندي هنا خلل. الخلل وين هو؟ انه error call of overloading. شوفوا هذا الرفرنس. وياي على. نعم نعم وياك دا شوف. يعني ambiguous. يعني غامض. ما اقدر اميز بيه. بالضبط على وبالنسبة لكم أخوان كلكم هذا هسه من يصير عندك أنت حيرة في مسألة، أنت شخصيا حيرة، نفس الشيء يصير عند الكومبايلر، لأنه هنا هاي my function الآي ممكن أن تسترعي هذه النسخة وممكن أن تسترعي هذه النسخة. نعم. أوكي، وهنا من صار confusion الكومبايلر ما راح يقبل، ومثل ما قلنا الكومبايلر كاتب بشر، فأنت لازم دائما تستخدم يعني أي ambiguity تزيل. فإذا كانت عندك نسختين، نسخة بها reference ونسخة ما بها reference، ما يسمح بها الكومبايلر. وهكذا بالنسبة حتى لبقية الأمور مثل على سبيل المثال